ومعه هدى الزرق الحادقه ديالنا ديال الشدار الاسره اللي غادي نتعرفوا معها على طلبات اللي طلبتوها طبعا من خلال صفحتنا على الفيسبوك اسره سيغ شدا فام. صباح الخير هدى الزرق، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، مزيان الحمد لله. هدى الزرق هي فتاة وصحفية ومنشطة جميلة، خصكم تعرفوا على أن هي الحداقة والتاوي البين عليها حتى هي. يلا كنتكلموا تبارك الله على فولا ومعايا شي يجي وكل حاجة وداكشي عندها متول لا تشوف التاويل كيبان من تبارك الله عليك هدى، حيت انا مرات ضروري خصني نخرج بعض الاسرار للمستمعات وان شاء الله باش المستمعات يعرفوا شكون كيهضر معاهم في الفيسبوك. بطبيعه الحال ان شاء الله غادي نبقاو عليها، نبقاو عليها صحه الصوره ديالها في الفيسبوك باش وليو تعرفوا معاها متى تهضروا ان شاء الله. ودا زرق شخبار الفيسبوك والطلبات والحادقات ديالنا والماشي حادقات حتى هما صحاباتنا في بابات نايضه في الفيسبوك نايضه اش واقع؟ لا بزاف ديال الطلبات، بزاف ديال المستمعات. كلشي طيب؟ كلشي كيطيب، كلشي في الحركه الحمد لله في هذا الشهر رمضان. وبزاف المستمعات كيعطيونا يعني اسئله ماشي ضروري تكون في المطبخ، يعني اسئله من قبيل كيفاش نحيد الحبر من الحيط، كيفاش نحيد سرق الزيت من الدار، كيفاش يعني كلشي داخل في نطاق التاويل ديال الدار. اليوم غادي نهضر لكم على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول ديال كيفاش نحكوا الفرماج ديال البيتزا او الفرماج الاحمر. كنعرفوا كاملين كنصادفوا هذا المشكل فاش كيكون الفرماج في الحراره ديال الغرفه، اما كيتعجل لينا اما كيبدا يتلصق لينا في الحكاكه وكنضيعوا فيه الوقت بزاف وكيعصبنا. دونك اليوم غادي نوريكم كيفاش نقدروا نحكوا هذا الفرماج بطريقه سهله. الطريقه الاولى هي اننا نديروه في المجمد قبل ما نحكوه حتى يجمع راسو مزيان، وما فيها باس واخا يتجمد ماشي مشكل، منين غنحكوه غادي تحك لينا بسرعه. الطريقه الثانيه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كاع الوقت باش يديروه في المجمد، واقفين على الفرماج خصهم يحكوه ديك الساعات، غيدهنوا الحكاكه بشويه ديال الزيت زيت العود وغادي يحكوا الفرماج ديالهم، والحكاكه ما غاديش توسخ نهائيا. يمكن لك من بعد تنطفيها غير بالماء ما غاديش تلقاي فيها الاثر ديال الفرماج اللاصق. كاين واحد الطريقه اخرى بلوتو، هذه ماشي طريقه مي فكره غادي نعطيها للسيدات اللي وقفوا على الفرماج بغاو يديروه في بيتزا ولا في الكراتا وما لقاوش متوفر لا الفرماج الاحمر لا الموتزاريلا. عندي لهم واحد الطريقه هي انهم غياخذوا الفرماج المثلث العادي او الفرماج المربع غادي نديروه في المجمد حتى يجمع راسو حتى يبرد مزيان ويقصح، ونحكوه وغادي نحصلوا على فرماج محكوك ممكن لينا نديروه في البيتزا او في لي غراتان، وغادي يجينا تماما بحال الفرماج ديال الموتزاريلا او الفرماج الاحمر. نعم دونك هادو كانوا بالنسبه للفرماج. كاين واحد السؤال اخر طرحوا علينا بزاف ديال المستمعات في لاباج ديالنا اسره سيغ شدا اف ام، منهم سمر اس ا هذا الاسم اللي مسميه به راسها في الفيسبوك. طلبت منا طريقه كيفاش نحيدوا الصباغه من الملابس، البقع ديال الصباغه. دونك غادي نجاوب هذه المستمعه وغنقول لها ان البقع ديال الصباغه نورمالمون خاصك منين تطاشي لك الملابس ديالك خاصك داك الساعات تحاولي تحيديها داك الساعات، ما تخليش تينشف تماما وما تصبنيش وانت مازال ما حيتيش لاطاش بوحدها، لان من بعد غيصعب عليك انك تحيديها. بالنسبه للطرق اللي يمكن لنا نحيدوا بها الصباغه من الحوايج، عندنا اول طريقه هي ليسانس ديال الطوموبيلات او البنزين او لا الدوليو. كنعرف ان هادو مواد شويه خطيره ولكن ما فيها باس، غادي نديروا اللي قد في يدينا، غادي نحاولوا ناخذوا غير ان كوتونتيش ونمسحوا غير البقعه اللي فيها المشكل، ومن بعد نبقاو نانسيستيو حتى نحسوا ان البقعه تحيدات، من بعد غادي نصبنوا حوايجنا عادي. كاينه طريقه اخرى امنه هي سورتو الا كانت صباغه ديال الاظافر، كنعرفوا بزاف كنكونوا كنصبغوا ضفيراتنا كتلصق لينا اما في السروال اما في تريكو، باش نحيدوا الصباغه ديال الاظافر يمكن لينا نديروا الدوليو او لا الماء ديال الصباغه بكل بساطه الديسولفون اللي كنحيدوا به الصباغه من الاظافر. كاينه طريقه ثالثه امنه هي مبيد الحشرات، ايه مبيد الحشرات اللي كننزلوا منه الحشرات، غير يمكن لينا نديروا شي قطيرات على المكان اللي فيه البقعه ديال الصباغه ونمسحوا ونبقاو نفركوا حتى تحيد لنا الصباغه، وهذه البقعه ديال الصباغه تحيدت لنا بكل سهوله من الحوايج. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. الصباغه غتحيد ان شاء الله، غتحيد كونوا هاني، وضروري شي وحده من هاد الحوايج غتكون في الدار ضروري. الا ما كانش عندنا الدوليو، الا ما كانش عندنا غتكون عندنا صباغه الاظافر. نعم اضعف الايمان. غادي نمروا الان للفقره الثانيه ديال او الجزء الثاني ديال الفقره. حتى حاجه ما تضيع هذه اللي كتسنيها امينه انت. اقتصاديه. دونك اليوم امينه ما بغيناش يهضر علينا الدلاح اللي كيكون بازل، اللي كنشريوه وما كنلقاوهش حلو. بزاف كنصادفوا هذا المشكل. كنتحسروا وكنقولوا ياك كون طبعتها كون غير هادي. دونك اليوم ما تلوحوش الدلاح الا لقيتوه باسل، يمكن ندير منه عصيره امينه وكيجي لذيذ، لانني انا مجرباه في الدار. ايه كنديرو باسل، واخا باسل حيت ملي كنديرو عصير كنديرو معاه السكر كنديرو معاه مكونات اخرى اللي كيتلف لينا داك البسله. نديرو اساس ديال عصير اخر مثلا فوالا، قدروا يا اما شربوه بوحدو مع
نحليو بالتمر ولا بالحليب بسكر، ولا الا كما ما عجبكمش المذاق يقدروا يزيدوا معاه شي فاكهه اخرى باش نتلفوا داك المذاق ديال الهنيت. ويلا فوالا حنا مهم الاساس من هادشي كامل هو اننا نستافدوا من المنافع ديال الدلاح، حيت هو واخا باسل في منافع بطبيعه الحال. دونك الطريقه الاولى اللي يمكننا نديروا بها العصير ديال الدلاح امينه هي غناخذوا القطع ديال غادي نقطعوا يعني الدلاح مربعات، نحيدوا منه داك الزريعه ديالو الكحله ونديروه مع كيس ديال الفاني، لافاني اللي كنديروا في الحلوه، دانون ديال لافاني ياوغت او لا ياوغت، ونديروا شويه ديال السكر. يمكن لنا نعوضوا السكر بالعسل الا ما بغيناش نديروا السكر. فوالا نخلطوا كل شيء مع شويه ديال الماء، كاس ديال الماء كنعرفوا ان الدلاح ديجا فيه الماء، او لا عصير الحامض او لا البرتقال، ولا نقدروا نطحنوه مع الحليب بكل بساطه. هو عصير يجي مع الحليب، غادي يجي مع الحليب امينه. انت ما ياش درتي انا نورمالمون درته مع الفاني مع الياوغت ومع الماء فقط وجا زوين. وجاتني الفكره من بعد انني لا درته مع العصير الليمون او الحامض او الحليب، غادي يجي تخيلته مع الحليب غيجي بحال عصير الفريز تقريبا شويه ممكن. ونقدروا كاينه طريقه اخرى امنه، نقدروا نديروا مع الفريز حيت كنعرفوا اللون متشابه، غنديروا العصير ديال الفريز سي فري غيجي حتى المذاق ما بعادش فوالا. وغادي نديروا قطع الدلاح ونعصروهم مع العصير البرتقال وشويه ديال العسل ولا السكر وبالصحه والراحه. تبارك الله عليك هدى الزرق، الله يبارك. شكرا لك وشكرا للنصائح اللي كتجيبي لينا، واكيد حتى انتم يمكن لكم انكم تواصلوا مع هدى الزرق، انتم في تواصل مستمر 24 ساعه على 24 مع هدى الزرق على صفحتنا على الفيسبوك اسره سوش ضيفه. نعم. وكنطلب امينه من جميع المستمعات اللي كيتواصلوا معنا غير يبقاو في الاستماع، حنا كنحاول ما امكن انني نجاوب على اسئلتهم من خلال الفقره ديال حداقه والتاويله. بطبيعه الحال ماشي غير من خلال هذه الفقره ولكن حتى مباشره، يعني يعني شي حاجه اللي كتكون يعني اورجون كذلك راه كنجاوبوا عليها بطبيعه الحال، والا فتابعوا الاجابات ديال هدى من خلال هذه الفقره واللي غترافقكم ان شاء الله طيله شهر رمضان. نتمنوا تبقى احسن مور رمضان ان شاء الله بالتوفيق. هدى الزرق وكنشكرك بزاف على الاشراف ديالك على صفحتنا على الفيسبوك اسره سوشي ضيفه. شكرا امينه.